بتوجيه من السيد رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني المحترم من أجل متابعة حملة الحصاد والتسويق في محافظة نينوى، تم عقد اجتماع اليوم موسع في ديوان المحافظة بحضور السيد قائد عمليات نينوى ومدير الدفاع المدني وكذلك السادة أعضاء مجلس المحافظة ومدير تصنيع الحبوب ومدير الزراعة وكل المعنيين في هذا الجانب. تم التطرق إلى مواضيع عديدة في مقدمتها فتح الساحات والسائلوات أمام الفلاحين والمزارعين من أجل استيراد المحاصيل الفلاحين والمزارعين وأيضا المنافذ التسويقية في عموم محافظة نينوى، وفي نفس الوقت متابعة موضوع الحرائق التي حصلت في محافظة نينوى حتى لا تتكرر هذه الحرائق في المستقبل وخاصة خلال موسم الحصاد. بالنسبة لمناطق التسويق، تم تقسيم المحافظة إلى 11 منفذ تسويقي لعموم محافظة نينوى. تم مراعاة الكثير من المعايير في مقدمتها القرب وكذلك حسب الطاقة الاستيعابية للساحات والسايلوات. فسايلو مخمور سيستلم المحاصيل من قضاء مخمور وديبقة والبوير والقراج. بازوايا سيكون مخصص لبرطلة بحشيقة وانا تلكيف فايدة. سايلو تلعفر سيكون لتلعفر واحد وتلعفر اثنين. الوائلية لنواحي زمار والعياضية. ساحة مشيرفة سيكون مخصص لمناطق ربيعة. سنجار سيكون مخصص لسنجار وناحية الشمال. مركز الموصل سيكون مخصص لحمام العليل وحميدات والمركز إضافة قيارة اثنين. سايلو البعاج يكون مخصص للبعاج والقحطانية والقيروان. وتلعبطة يكون مخصص لتلعبطة والمحلبية والحضر وقيارة واحد إضافة إلى الشورى. روفيا يكون للشيخان ومنطقة القوش. وأيضا تم فتح ساحة اليوم في ساحة الأمين في المفرقة الحمدانية تكون مخصصة للحمدانية والنمرود. أيضا تم تهيئة ساحات إضافية تكون احتياط في تلكيف وكذلك في القوير حتى تكون بديلة إذا امتلأت هذه الساحات والسائلوات. الموسم يبشر بخير ونحن في المراحل الأولى نتوقع أن تكون نينوى هي المحافظة الأولى بإنتاج محصول الحنطة. هذا دليل أن نينوى هي سلة خبز العراق. أيضا تم مناقشة موضوع الحرائق التي حصلت في الآونة الأخيرة. وجهنا القيادات الأمنية، قيادة عمليات نينوى، غرب نينوى والحشد الشعبي والشرطة بأن يكون هناك استنفار عام في كل قواطع محافظة نينوى حتى يتم انتشار لهذه القطاعات لحد من الحرائق. وفي نفس الوقت نوجه رسالة إلى كل مواطنينا في محافظة نينوى بضرورة أخذ التدابير الاحترازية وكذلك عدم رمي سجائر في المناطق الزراعية خوفا من حصول الحرائق، لأن الفلاح انتظر كثيرا. واليوم نحن كحكومة محلية علينا أن نقدم كل التسهيلات التي من شأنها استلام المحاصيل في الوقت المحدد وفق تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة المحلية وكذلك بالتعاون مع الوزارات الاتحادية المتمثلة في وزارة التجارة وكذلك أيضا مديرية زراعة نينوى. نشكر مديرية الدفاع المدني ونشكر وزارة الداخلية التي رفضت دفاع المدني نينوى بكثير من العجلات. وأيضا شكلنا غرفة عمليات حتى يكون هناك جهات ساندة للدفاع المدني متمثلة بدوائر البلدية والبلديات والماء والمجاري. وأيضا وجهنا كل مدراء الدوائر مدراء النواحي وكذلك القائم مقامين بأن يكون هناك تواجد مستمر حتى لأن هي مرحلة وتمضي علينا في خلال هذا الشهر أن يكون هناك استنفار من قبل الجميع. الآن القطاعات الأمنية قد انتشرت في كل قواطع العمليات وهذا دليل أن هناك تعاون كبير بين الإدارة المحلية الحكومة المحلية في محافظة نينوى
وأيضا القوات الأمنية على مختلف صنوفها. إن شاء الله دائما نينوى تسير على الطريق الصحيح وتستطيع أن تتقدم في كل المجالات، في مقدمتها المجال الزراعي.